المواجهة إليكم سيدي القاتل، إنها امرأة عجوز وتكاد أن تكون عاقلة ولم تجب سوى كلمات زائدة، وقد كبرت الآن وزاد أمرها، ووجدنا بدلا منها لغات أخرى أوسع منها، لغات تزرينا بالكثير من الكلمات والمرادفات، لغات فيها لكل مخترع اسم. وأمنا العربية هذه لا تصلح لمسارة المخترعات الحديثة في عصر التطور هذا. أسمعت يا سيد القاضي؟ أسمعت ما قالوا؟ هل سمعت يوما ابنا يتحدث عن أمه بهذه الألقاب والصفات والتهم؟ إذ كيف أكون عقيم وقد وسعت كتاب الله لفظا وغاية وما ذقت عن آي به وعظاتي؟ فكيف أذق اليوم عن وصف آلة وتنسيق أسماء لمخترعاتي؟ وكيف تردين على ما ينسبونه إليك من عقل السيدة الفاضلة؟ هم يا سيدي، هم الذين رموني بعقم في الشباب، ويا ليتني عقمت فلم أجزع لقول عذاتي. آين، إذن أفهم من كلامك أنك اتهمت بالعقم، ولكنك لست كذلك بل تلدين. ولدت فلما لم أجد لعرائس رجالا أكفاء وأبت بناتي. وأين ذهب الرجال الأكفاء؟ فأنا أعلم أنهم كثر. هم قلة يا سيدي، هم قلة الذين يقبلون علي وعلى بناتي من الكلمات الجميلة والمعاني الفاضلة، وكثر هم الذين باعوني بأبخس الأثمان واشتروا لغات أخرى لا تمت لهم بصلة. وهل هناك طريق مختصر للعودة لك؟ نعم، أنا البحر في أحشائه الذر كامل، فهل سألوا الغواص عن صدفاتي؟ الطريق هو الغوص في أحشاء الاكتشاف الدرر، واسألوا علماء العربية الذين لا يزالون يغوصون لاكتشاف كنوزي، فهم الوحيدين الذين يعرفون قيمتي. إذ لماذا تركوك بما أنك تحتوين على الكثير من الكنوز كما تقولين؟ ألم تسألي نفسك هذا السؤال ولو لمرة واحدة؟ بل سألت ووجدت الإجابة، وهي أن أبنائي ينفذون ما يطلبه نائب الغرب منهم، فهم الذين يريدون وأدي في ربيع حياتي. حسنا، وهل معك أدلة تثبت عقوقهم وتركهم لك؟ أرى كل يوم في الجرائد مسلقا إلى القبر يدنين بغير أناتي، وأسمع للكتاب في مصر ضجة، فأعلم أن الصائحين نعاتي. أيهجرني قومي عفى الله عنهم إلى لغات لم تتصل برواتي؟ ومن تدينين في كل هذه الجرائم؟ الفرنجي يا سيدي، فهم كالأفاعي سال لعابهم واختلط بلغة الفصحى العذبة فلوثها بسمهم. وللأسف أضن أيضا أبنائي الذين عاتوا في فساد وكانوا أذنا صاغية لمن ينادي بوأدي، وكانوا هم الوسيلة التي استخدمها الأعداء لقتلي. سيدتي العفيفة، لقد سمعت إلى كل ما قلتيه وأصغيت إلى كل الأدلة التي قدمتها، والآن أوجه لأبنائك قولي هذا: أما تخجلون من أنفسكم؟ رزقكم الله هذه الأمة المعطاء ذات الصدر الواسع والخير الوفير، وتتخلون عنها لأجل لغات قاصرة ميتة وإن طال الزمان بها؟ مزجتم لغتكم بلغات غريبة ليست منها، فصرتم تتحدثون بلغات عدة في وقت واحد، فجاءت لغتكم كثوب ضم 70 رقعة مشكلة الألوان مختلفات، فسقطت بذلك كينونتكم وضاعت هويتكم، وصرتم لا شيء بعد أن كنتم بها رواد لهذا العالم وعظماء لا تقهرون. والآن أيتها الأم العظيمة، هل من كلمات توجهينها لأبنائك قبل إصدار الحكم؟ إلى معشر الكُتّاب والجمع حافل، بسطت رجائي بعد بسط شكاتي، فإما حياة تبعث الموت في البلا وتنبت في تلك الرموز رفاتي، وإما ممات لا قيامة بعده، ممات لعمري لم يقس بمماتي. فليتفضل القضاة للمداولة. فليتفضل القضاة. بعد سماع شكوى الأم العظيمة والمرأة العفيفة إنها اللغة العربية، وبعد السماع للجرائم التي اقترفها أبناؤها في حقها، حكمنا بما هو آت: يعود أبناء العربية للتحدث والنطق والكتابة باللغة العربية الفصحى، وإلا ينفذ عليهم حكم السجن المؤبد، ويمنع الطلاب والمعلمون والموظفون وكافة الهيئات الإدارية في مختلف الهيئات الحكومية والوزارات من التحدث
الشمس آخر النهار، عن الكتابات التي كتبتها، عن الحماقات التي ارتكبتها، عن كل ما أحدثته في جسمك النقي من دمار، وكل ما أثرت حولك من غبار. أقدم اعتذاري عن كل ما كتبت من قصائد شريرة في لحظة انهياري. فالشعر يا أمي منفاي واحتضاري، طهارة شعاري، ولا أريد مطلقا أن تسمي بعاري. لهذا جئت يا أمي أقدم اعتذاري. ونحن أيضا أمي نقدم لك اعتذارا، فأنا أخطأت ودون قصد لك أسأت، ومن كل أخطائي قد